تتجنن على اللي حصل ده. البت دي اللي درمغها وهبلها كده تكون شربت حاجه؟ ما طول عمري بقول لك الحلمبوح اختك ما بتعرفش تربي بنات. تربيه البنات تسيبها الواحده زي انا كيداهم. مش يمكن حد يا اخويا سأهل زبت اللي شربته ده في الجامعه؟ فشر قطع لسان اللي يقول كلمه زي كده على بنتي. ده انا بنتي متربيه احسن تربيه ومتعلمه احلى علام. ده ملعوب من ملاعيبك انت يا كيداهم، وبعت بيتك عشان تعمله، ها؟ وانا اقول يا ربي يا ربي ايه الحنيه اللي نزلت على قلبك فجاه دي؟ وبنتك دخلت عليا عمته، انا اللي هزوق العروسه يا عمته، عمته هخليها لك زي القمر يا عمته. خليت لي البت زي القرده وشعرها احمر، الهي تولعه في نار جهنم. سقيتوها ايه؟ سقيت الدرد من فعانك يا وليه. داخله علينا بالحنجل والمنجل تتحنجلي علينا كده ليه؟ عماله تخبطي في الحيله وبتقولي شكل للبيع. عاوزه مني ايه يا وليه؟ عاوز ايه يعني يا كيداه؟ وانا شعرفني جاي ترمي بالك عليا؟ ما تروح تشوفي بنتك بتصفي عن نصيبه ولا ماشيه في البطال مع مين؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كيداهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يكون في علمك انا هاخد بنتي من هنا على المستشفى عدل، هعمل لها غسيل معده واشوف لو لقيت اي حاجه مخدره في معدتها من المستشفى على الاسم عدل هعمل لكم محضر، حبايتكم كلكم في الحجز. كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ ايه يا روحيه؟ الله، ايه اللي بتقوليه ده بس يا اختي؟ يا حنين يا ابو قلبي ملبن، ايه الحنين اللي نزلت عليك مره واحده دي؟ بقى عايز تاخد الفاميليا بتاعتك يا راجل توديهم الاسم وتقول لها ما يصحش يا روحيه، ده بدل ما تاخدها جوزين الايام يا راجل. اسكت انت يا كيداهم اسكتي، دي برضه اختي وانا هعرف ازاي اتفاهم معاها. يعني يرضيك يا حنفي يا اخويا يبوظوا الجوازه ويحرقوا قلب بنتي واقف ساكته؟ يا اختي اقعد اتمسكين اتمسكين واكلي القمطه زي العاده. بقول لك يا اختي خشي شوفي البنت وشوفي مالها عشان نوديها للدكتور عشان يكشف عليها ويطمنا. قال لها انت مصممه توصلي الموضوع للبوليس؟ ايوه. خلاص يبقى انا هشهد معاكي. خليك ليا يا اخويا. طمني طمني يا كيداهم، بشرفي هقوم لك اكبر محامي في البلد. عرفت يا صافيه اللي حصل النهارده؟ خير اللي حصل؟ الوليه كيداهم اللي تنشك بوظت الجوازه بتاعت بنت روحيه. بوظتها؟ بوظتها ازاي؟ البت امينه سقتها حاجه فيها برشام صراصير اللي بيخلي الواحد مصرصر ده ومش عارف يتلم على روحه. يا لهوي هلوسه؟ ايوه حاجه زي كده. الله يلعنها بنت المؤذيه. هي الست دي ايه يا اختي؟ ماشيه تدلدق شرها على الناس كده؟ وحنان عامله ايه دلوقتي؟ يا عيني امها بيقولوا تعبانه قوي، بس الدكتور كتب لها على العلاج. لا انا لازم من بكره الصبح اروح اطمن عليها واللي يحصل بقى يحصل.